السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله. فيديو جديد ونهار جديد. سمحوا لي البنات، شحال هادي ما صورت شي فيديو. راكم عرفتوا عندي الوليد صغير وما كيخلينيش نصور، وانتم ما كتسمعوا شنو كيدير. ما كان غير هرس ولوح. واش غادي نقول لكم؟ هو كيبغي يلعب عندي غير في الكوزينه صافي. قالك هو ما عنده حتى شي موضع فين يلعب، خاصو يلعب غير حدايا انا. المجوره يجبد منهم، كلشي يجبد منهم. المهم البنات، اليوم شحال هادي ما صورت حتى شي حاجه. اليوم بغيت ندير العشاء ديالي، وقلت علاش ما نشارك معكم واحد الطاجين اللي انا كندير المقادير ديالو كاملهم بواحد المره، وكنردو يطيب وكيجي رائع، ما تشبعوش منه. اشنو غادي نحتاجو في الطاجين البنات؟ يعني كل واحد والمستطاع ديالو. كما كنقول لكم انا ديما، اللي عنده اللحم غادي يدير اللحم، اللي عنده الدجاج غادي يدير الدجاج. المهم البنات، انا السر في الطاجين ديالي هو اني انا ما كنشحرش هذا الطاجين، ما كنقليه ما حتى شي حاجه. اشنو كندير؟ كنجيب اللحم ديالي، ها هو درت عليه، حكيت عليه الثومه، ياك حكيت الثومه، درت واحد جوج دروس ديال الثومه. غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الزيت، ها هي كل واحد حسب. يعني انا راه درت الربع ديال الكاس، ها هو. وغادي ندير كلشي، هاد التوابل غادي نديرهم دقه واحده. ها نتوما البزار، سكينجبير، الخرقوم، الملحه والربيع. يعني انا ما كنقليش اللحم، انا كنشرملو البنات. عرفتي شنو هو؟ كنشرملو، يعني كنشرمل هذاك اللحم ديالي وكنشعل عليه صافي، وكنخليه ديك الساعات عاد كيتشحر ليا صافي. البنات كتشدوا اللحم ديالكم وكتشحروه، كدير تشرملوه بحال هاد الطريقه هادي. غادي نشرملو وغادي نرجع لكم. ها نتوما البنات شفتوا، انا كنشرمل اللحم ديالي، ها هو كندير له هاد الطريقه هادي. يعني كنشرملو، كندخل فيه التوابل، كندخل ليه كلشي، البزار، سكينجبير، الملحه، ديك الثومه. ضروري ننصحكم بواحد النصيحه، وهي انكم الثومه ديروا الثومه، راه الثومه كتجي في الطاجين واعره، كتبنن الطاجين البنات، ما تشبعوش منها صافي. انا غادي نمشي نشعل على الطاجين ديالي. بعد ما غادي نشعل عليه، غادي نلوح عليه البصله، وغادي نخليه كيتشحر منها، كيتشحر منها، كيطيب. هاد الطاجين راه كنطيبو انا بلا ما، ما كنديرش ليها البنات الماء نهائيا. الماء اللي كاين في هاد البصله هو اللي كيطلق. ضروري كندير انا البصله الحمراء باش كتطلق داك الماء ديالها، وكيطيب في هذاك المرق ديال الماء ديال البصله. كنطلقلو بشويه غير فوق البوطه. اللي ما بغاش ديرو على البوطه، ديرو على الفاخر، راه كيجي زوين، كيجي رائع بزاف على الفاخر صافي. البنات هذه هي الطريقه باش انا كنشرمل اللحم ديالي وكنضيف عليه البصله. الا بغيت حتى نضيفها دابا، انا ما عنديش مشكل، كنشدها بحال ما هكا، كنشدها هكا انتوما، وغادي نضيف البصله بهذه الطريقه هذه. حيت هذا الطاجين هذا غادي نديرو غير بالفريت والبصله صافي، داكشي باش غادي نديرو. غادي ندير لي هاد البصيله بحال ما هكا هانتوما، وغنمشي نشعل على الطاجين ديالي. كتضيفي له كلشي بخطره، وكيجيك ساهل، يعني ما كتحليش في هاد الطاجين هذا، وكيجي في نفس الوقت ما تشبعوش منه البنات صافي. غادي نمشي نشعل على الطاجين ديالي، وغادي نخليه كيطيب، وغنمشي نقي بطاطا باش ندير الفريت ونرجع لعندكم صافي. البنات هانتوما، بعد ما رديت الطاجين ديالي كيطيب، غادي نوريكم باش تشوفوه كيفاش راه ما درت ليه لا ما لا حتى شي حاجه. هانتوما شفتوا، غير هذيك البصله اللي فيه هي اللي تلقات فيه الماء صافي. حيت يبدا كيطيب بحال ما هكا، عاد كنحاول ندخل هاد البصله هكا لتحت، نبطها باش طيب، وكنقلب هكا في اللحم ديالي بهاد الطريقه هادي. انا منين درتو ما قلبتو ما حتى شي حاجه، منين درت الطاجين خليته كيطيب، ما قلبتو ما حتى شي حاجه. هذه هي اسهل طريقه نديرو بها الطاجين ديالنا، ما كنتعذبوش. بالنسبه للسيدات اللي خدامين بخيام، بهذه الطريقه مزروبه ليهم، يطيبوا بها الطاجين ديالهم زوينه بزاف بزاف. وبغيت نبارطاجي معكم هاد الطويجن هذا، شوفوا البنات شحال غارق وشحال زوين. يعني ماشي دوك الطويجنات اللي كيفيضوا لكم من الجناب وكيتكفح فيه المرقه، ولا هذا غارق، كنت خديته في العيد الكبير وراه مازال عندي كنطيب به صافي. هذه هي الطريقه باش غادي نخلي الطاجين ديالي كيطيب.
غادي نخليه كيطيب حتى يطيب ليا اللحم ان شاء الله. منين غيطيب ليا اللحم انا غادي نمشي ندير معاه غير الفريت والبيض مسلوق، هذا هو باش غادي نخضر هذا الطاجين هذا. صافي البنات، هذه هي الطريقه باش غادي تصايبوا الطاجين ديالكم، راه كيطلع زوين وما يعني ما فيهش تماره بزاف. كدير كلشي بدقه وتشعلي ليه وتمشي تخليه كيدير كيطلق كتطلق هذيك المريقه وكيبقى كيطيب. صافي وانا غادي نصايب الفريت ديالي وها نتوما معايا، ما تمشيو فين تتكملوا الفيديو البنات. صافي البنات، غادي نشارك معكم الطاجين ديالي تشوفوه. ها نتوما ها هو اللحم بدا كيطيب. صافي ها هو راه كيطيب غير في ديك المرقه ديال ديك البصله، ما درتلو حتى شي حتى شي ما البنات، خليته غير في هذيك المريقه. غادي نزيد له دابا البصله هكا، نزيدها له من الفوق. صافي وغادي نخليه وغادي نقاص عليه ونمشي نجلس، وخصوصا الناس اللي خدامين وكيجيو عيانين صافي يردوا هاد الطاجين بحال ما هكا ويمشيو. راه تقدروا ديروا هاد البصله من ايمتى من ايمتى ديروها، غير انا قلت نخلي اللحم حتى يطيب واحد شويه، حيت البصله ساهله دغيا كطيب يعني ما كتديش بزاف ديال الوقت. صافي انا على ما قطعت الفريت ديالي وصايبته. صافي هذا هو طاجين المسربي، ما توقفي عليه ما تعذبي عليه ما تضربي عليه تماره. وهاد البصيله هادي غادي تزيد حتى هي تطلق ليا المرقه ديالها. صافي ما غادي نخاف دابا حتى شي حاجه، ما غادي يتحرق ان شاء الله ما والو. غادي نقص لي البوطه ونخليه يطيب على خاطرو، بيد ما تصايبي الفريت ديالك اولا ديري الشلاضه ديالك ولا اي سيده بغات دير شي شغل اخر غادي تمشي ديرو. صافي كتخليه كما قلت لكم، كتخلي الطاجين ديالها كيطيب. ها هو شتوه؟ صافي غادي نسد عليه الفريت ديالي. ها هو وجدتو نتوما قطعتو وجدتو. بغيت نقليه دابا غنقليه، بغيت نخليه انا حتى يطيب ليا الطاجين، غادي نخليه حتى يطيب ليا الطاجين. وكما قلت لكم هاد الطويجنات راه زوينين البنات، حاولوا تاخذوا بحالهم. بالنسبه للناس اللي كيتكفح لهم المرقه من الطاجين من الجناب كيبقى المرقه تكفح وداكشي، هذا راه ما كيتكفحش، راه زوين البنات، زوين زوين بزاف بزاف والله العظيم، كيهنيكم من داكشي اللي كيتكفح على البوطه. صافي هذا هو الشكل ديال الطاجين ديالي، غادي نخليه حتى يطيب ان شاء الله وغادي نشاركو معكم وغادي نوريه لكم. وكنتمنى البنات ما تنساونيش من لايك ومن ابوني، اللي مازال ما تابونا في القناه يتابونا في القناه ديالي. وكنقول لكم شكرا على شكرا للناس الجداد اللي كيدخلوا عندي القناه، وكنقول لهم مرحبا بكم وتسناوني في الجديد ان شاء الله، غادي يكون ان شاء الله الجديد. وغادي نخليكم دابا حتى نوريكم الشكل النهائي ديال الطاجين. ها نتوما البنات شوفوا، شوفوا المريقه اللي طلقات في الطاجين هذا، راه ما فيه حتى قطره ديال الماء، اقسم بالله البنات ما فيه حتى شي قطره ديال المرقه، ولا درت انا ما كنطيبش بالماء نهائيا. ها نتوما شفتوا ها المريقه غير ديال البصله بوحديتها، كنشدها وكنضيف هاد المريقه هكا، كيطيب غير في الماء ديال البصله. فاش كنطيب هاد اللحم هذا ما كنضيف حتى شي ماء بصفه نهائيه، كنقصلو كنخليه يطيب على خاطرو حتى يبدا يطيب ليا اللحم. صافي وغادي نمشي نبدا نقلي الفريت ديالي وغادي نوريكم الطبق النهائي ان شاء الله كيفاش غادي يكون. غير واحد الحاجه بغيت نوريكم، غير المرقه ها نتوما المرقه تقولوا فيه الماء ولكن راه ما فيهش البنات حتى شي ماء. ثلاثه ديال البصيلات غادي يديروا لك البنه في الطاجين، وغادي بحال الا كبيتي فيه كاس ديال الماء وهو راه ما فيه حتى شي ماء البنات. صافي البنات هذا هو الشكل ديال الطاجين، ها هو كيطيب، نخليه حتى يطيب ونرجع لكم. صافي البنات ها نتوما هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي، ها هو بعد ما طاب ها نتوما كتشوفوه كيفاش معلك. ها نتوما شفتوا فين هي ديك المرقه مشات، ما بقاتش المرقه، ها هو اللحم شوفوه كيفاش طاب. ها نتوما شفتوا اللحم كيفاش داير، ها نتوما الطاجين ديالي راه طاب. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديالو، غادي نزوق هاد الطاجين ديالي بالفريت وبالبيض ونرجع لعندكم. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي، ها هو شفتوه. صافي هو هذا الحيمات والبيض والفريت،
كنقول لكم بالصحة والراحة، وما شهيتوا لكم البنات كاملين، وكنقول لكم شكرا على المتابعة ديالكم. كنشكر الناس القدام والناس الجداد اللي كاينين في القناة ديالي، وكنقول لكم ما تنساونيش اللي لايك وتبارطاجيو الفيديو. وبسلامة عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.